الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هذا لازال محفور في ذاكرة التونسيين، هو صوت الشيخ محمد البراق، يذكرنا بأذان المغرب في شهر رمضان الفضيل، بلمة العائلة وبعالم روحاني خاص بمدينة القيروان. مدينة القيروان خالدة اللي ما تغير شيء من معالمها منذ تأسيسها من قبل عقبة بن نافع. هذا الصوت المتميز هو نسخة مطابقة للأصل لصوت الشيخ المرحوم علي البراق والد محمد البراق، اللي أسسوا المدرسة القيروانية في ترتيل القرآن وفي الإنشاد الصوفي. السلام عليكم. وعليك السلام. يا مرحبا بكم. دار الشيخ علي البراق، هذه البيت هو، هذه الدار هي متاعه هو. على كل حال شرفتمونا يا كرام، والأنس وافى بابتسام عليكم من السلام يا فضلاء يا كرام. الشيخ علي البراق ما يعرف كان الصلاة على النبي ويقرأ قراءة القرآن. الأذان متاع الشيخ علي البراق متاع محمد البراق ما يعملوا حتى شيء، ما نجموش يقلدوا، نجموا يقلدوا الشرقيين كذا، والشرقيين ما نجموش يقلدوا علي البراق. وأنا كذلك أنا نذن بالأذان الشرقي، ولكن أذن بالأذان التونسي اللي نعتز به احنا. تو نقول لك عندك في الميدان هذا، نقول لك تو زرت 60 سنة الجامعة، الجامعة اللي كنت نقرأ فيه قبل جامعة الحنفية، وبعد الجامعة الحنفية جامعة سيدي غيث، نقرأ قرآن ونذن والمدايح والأذكار. شهر أغر يفوح بالأنوار، شهر أغر يفوح بالأنوار، فيه الصيام مثابة الأخيار، فيه الملائكة نزلت من ربها تدعو بعون الله للأبرار. يا مرحبا بصيامه وقيامه وتلاوة القرآن والأذكار. مش علمني أنا بركة، علم حتى الشيخ عبد المجيد بن سعد الله يرحمه،
عن الشيخ علي البراق، فهمني؟ يا مرحبا. ولمزيد تسليط الضوء على مسيرة الشيخ علي البراق وعلى أهم مميزاته في الإنشاد الصوفي، استضفنا عدد من أصدقاء والمقربين ليه والملمين بتاريخ القيروان. يا صائما والصوم لله العلي. يعتبر الشيخ علي البراق من شخصيات المرموقة عبر التاريخ القيرواني، ألا وهو الإنشاد الصوفي والتجويد، علم التجويد أو علم القراءات. ويعتبر الشيخ علي البراق الذي هو من مواليد حومة الجامع بالقيروان سنة 1899، وكانت وفاته سنة 1981، يعني هنا حفظ القرآن على الشيخ محمد خليف، وثم كان يتابع حلقات المدايح والأذكار أو ما نسميها نحن بالسلمية، وهي في الإنشاد الصوفي. وقد تتلمذ على شيخ السلمية بالقيروان وشيخ الزاوية سيدي عبد السلام، ألا وهو الشيخ محمود الورثاني، تتلمذ عنه وكان يتابع حلقاته وسهراته عند الأعراس والأختان إلى آخره، وخاصة في سهرات المولد النبوي الشريف. والشيخ علي البراق كذلك نبع من نبع آخر، الشيخ الزرقاء في الطبوع وفي المالوف وفي المقامات. هنا الشيخ علي البراق تميز عن غيره من المنشدين أنه كان ملتزما للطبوع التونسية، أي هو لا يستعمل المقامات الشرقية من خلال الإنشاد الصوفي، بخلاف الشيخ علي عبد المجيد بن سعد كان يستعمل المقامات الشرقية. المدرستين الاثنتين كانت في كلامة فيها اختصاص خاص. الشيخ علي البراق كان هو صاحب الطريقة التي تتميز بالطبوع التونسية. ومن ناحية الترتيل القرآني والتجويد تتلمذ عن شيخ القراءات الشيخ محمود، الشيخ الهادي الغزي، الهادي بن محمود الغزي، والد الشيخ الطيب خطيب الجمعة بجامع عقبة بن نافع، وتتلمذ عنه في فن القراءات. وبعدما أتم فترته بالقيروان انتقل إلى العاصمة ليتابع دراسة القراءات على مشايخ الزيتونة بالعاصمة، وهنا التقى بكثير من الفرق، فرقة الشيخ عندك بوسن، وعندك الشيخ الطاهر باللغة، وعندك الشيخ كذلك ننساوش بن يحيى، يعني تتلمذ عنهم. وكذلك الشيخ الطاهر باللغة كان له مكتب بالحلفوين يأمه كثير من شيوخ جامع الزيتونة، إلى جانب كذلك الأرباب الفرق. وهنا في بقائه في العاصمة لمع كصوت وكمتلي وكمجود وكقارئ للقرآن الكريم، يعني في ذلك الفترة الزمنية لم يكن هناك مقرئون. وصادف أن فتحت الإذاعة الوطنية أبوابها سنة 1938، التحق كأول مقرئ للقرآن الكريم بالإذاعة الوطنية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود صدق الله مولانا العظيم. الشيخ علي البراق هو يمتاز عن كل القراءات، هو يعتمد على الخيشوم، القاب الخيشوم عنده هو ميزة، يعني مخارج الحروف عنده مخرج الخيشوم يمتاز به، وهذه ميزة براقية، يعني كل البرارقة لهم هذه الميزة التي يمتاز بها. الشيخ علي البراق مشى للحج، وفي الحج غاديك في الحج وقتها يصبر الرويسي الله يرحمه وقت سفير، فهمتني، طلب من السلطة السعودية باش الشيخ علي البراق يقرأ في الحرم النبوي، وفعلا قرأ في الحرم النبوي، قرأ سورة إنا فتحنا، والناس كلها فرحت به وحبوا، حتى فما ناس كذا حبوا باش يعطيوه فلوس وشنو هذا، قال لكم فما شكون كذا، قالهم يا ولادي راهو انسان غني، فهمني، عاد من جملتها اللي عمل بعد قبل ما يقرأ قرآن عمل وقتها قصيدة، يا سيد الساداتي على الرسول جئتك قاصدا أرجو رضاك وأحتمي بحماك، والله يا خير الخلائق إن لي قلبا مشوقا لا يروم سواك، وبحق جاهك إنني مغرم والله يعلم أنني أهواك، أنت الذي لولاك ما خلق من الأم كلا ولا خلق الورى لولاك، أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك. هذه عملها قصيد، عملها في السعودية. فحجه سنة 50 الأراضي المقدسة، وسنة 83 حج الحجة الثانية، وتلا نصيبا من القرآن الكريم في رحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم عند الروضة، وأبهر الحجاج الحاضرين بذلك الصوت العزيز الذي لا وجود له لصوت يشبهه في العالم الإسلامي أبدا. تعسين اش يعملوا فيه انترفيو، فهمت، يسالوا فيه، قالوا شكون 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 يعجبك في القراء عند العالم العربي لكل شيء، قالوا متحب نقول لكم بالحقيقه انه الشيخ علي البراق. وكذلك هناك عند انشاء التلفزه التونسيه كانت هناك تبادل بيننا وبين التلفزه المصريه، وكان هناك برنامج اسمه نجوم على الارض، استضافت ليلى رستم صاحبة هذا البرنامج، استضافت الدكتور طه حسين في منزله وألقت عليه سؤال: ما رأيك في ترتيل القرآن؟ فأجابها أن الترتيل المشرقي هو المنصت، يذهب مع اللحن أكثر من تعمق في معنى الآية، فتصبح أحيانا الحفل الديني وكأنه حفل الأم كلثوم، يا صلاة النبي يا كذا يا كذا. قالوا أثر زيارتي إلى تونس حضرت حفلا دينيا بجامع الزيتونة، تلا فيه فضيلة المرحوم الشيخ علي البراق نصيبا ما تيسر من القرآن الكريم، وهو لعمري القراءة الصحيحة السليمة. والشيء الآخر بعد تو مش نحكي لك على الشيخ علي البراق، وقتها جات أم كلثوم جات لتونس، وقت اللي جات لتونس وقتها صالح المهدي الله يرحمه، فهمني، قال شكون ماشي يتكلم قدام ام كلثوم كذا، فما كان علي البراق ينجم يتكلم وعبي لها وذنها كما يقولوها، فهمت،
وذلك الحفل العظيم الذي حضرته السيدة أم كلثوم بمقهى المرابط واستمعت إليه إلى ترتيل القرآن وإلى كذلك قصيد هيأه بالمناسبة في مدح سيدة الغناء العربي السيدة أم كلثوم. وهكذا المدرسة البرقية التي أرست قواعدها في القيروان وأشاعت على كم الجمهورية وما الإنشاد الصوفي الموجود في الجمهورية بأكملها وعبر هذه الفرق إلا هو إشعاع وامتداد للمدرسة القيروانية في الإنشاد الصوفي. إذن أنا لا أخفي سرا إذا نقول أن الشيخ علي البراق رحمه الله كان شغوف بالمجالس العلمية وكان يحضر دروس الفقه ودروس الحديث، ومن أحب الدروس إليه دروس الإنصات إلى الحديث الشريف. وكان علماء القيروان يقيمون الدروس في المساجد وبعض الزوايا. من جملة أني حضرت أني صغير عزيزي الشيخ محمد بن عبيد كان يلقي دروس في الحديث في زاوية سيد الوحيشي في الستينات، وكانوا يلقيوا ما بين العصر والمغرب، يقعدوا يجلسوا وتجي الطلبة ويحضروا على دروس. وكان سيدي علي الله يرحمه شغوف ويظل وقت يظل يلقى الدرس أو يلقى المحاضرة تلقاه منصت كل الإنصات لك الدروس هذاك، ويتأثر ويحب بعد يقعد يتكلم على الدرس هذاك المفيد، ثم يستغل هاك المعلومات هذيك ويطبقها في حياته اليومية. أنا إلى حد وفاته في الثمانينات كنت راه بصيفتي معناها من متساكنين حي الجامع دائما الشيخ علي البراق يضحك بشوش، عنده طيبة كبيرة وما يرجع حتى إنسان إذا سألوا في مسألة ما أو أحد أن يقول طلابه أو معاونيه في السلمية. في بعض الأحيان طلب ضيف من ضيوف تونس أني حاضر فيها في زاوية مقام أبي زمع البلوي، أطلب منه ضيف من ضيوف تونس قال له نحب نسمع قصيدة أبو العلاء اللي تغنيتهم كلثوم، وحقك أنت المنى والطلب وأنت المراد وأنت الأرب. فكان وكأن الجدران تترنح بك الصوت الشجي. والشيخ محمد سمعته منها زادة في بعض المجالس، وحقك أنت المنى والطلب والحمد لله. جاء شبل آخر وهو الصحبي ابن سي محمد، وتوعد مش نقول له سي محمد سي صحبي راه المشعل في يدك أنت والعهدة عليك. والحمد لله كان في مقام مرموق وكون فرقة ما كان هو مسترسل من جانب أبيه إلى اليوم، كون عملنا حضرة وقامت ببعض بحور قوية، أمواج تطلعت مش تبارك الله لك الشبل ولا تو النجم. وقول صاحبي الشيخ من المشايخ السلامية والإنشاد الصوفي. عندي ولدي أعطي الشيء اللي موجود عندي أعطيته له، هو مش معايا في ملول. هو وقت اللي تكونت أنا وقتها تكون الجامعة، هو في الجمعية اللي نخدم فيها هنا اللي نخدم فيها، وقعدنا نعمل في المدايح والأذكار. أنا باي دخلني وأنا عمري 16 عام على الفرقة، وعلمني كل شيء، علمني النغمات التونسية، علمني النغمات الشرقية، أنه يمتاز باي في حاجة على يمتاز على المجموعات الصوفية هذه، أن يمزج بين النغمات التونسية والنغمات الشرقية، يقع عنده مزج، فهمتني؟ نجم يكون يخدم تونسي يقفل شرقي، ولا العكس يكون يقفل شرقي يقفل التونسي، وهذا فن نوعية صعبة شوي. أني خذيت من عنده أنه أعطاني الحاجات، أعطاني بالأخص سريط المولدية اللي يمتازوا بها المدرسة نتاع علي البراق اللي هي سريط المولد النبوي الشريف. يا كوكبا شعلوا دا بظهوري
حبيب الله من بمقامه عند المهيمن يروم لحامني. حتى في الدار، في العروسات، في الأختان، في المناسبات الدينية، أن نقوم بنسرد المولدين، وهذا ما قاعدش برشا في تونس، خاطر أغلب الفرق توا انحازت ولات تستعمل آلات. نحن قعدنا في القروان، بالأخص المدرسة البراقية، هي أنها ما دخلتش آلات معها في المنهج الصوفي، خليته كما كان هو، لكن فيه تطور، لكن خليت الأصل متاعه موجود، الأصل اللي هي صريط المولدية، واللي هي ما حتى فما ألحان جديدة اللي عملهم هو، بالمناسبة هو عمل برشا ألحان، لحن كان ملحن وكان مغروم بالشعر، الوالد مغروم بالشعر برشا، كان لاحظت أنه يقل العربية الفصحى مليح فهمني، وهو اللي حطني على الطريق، وتبارك الله معناتها نصايح متاعه بالطبيعة والتوجيهات متاعه، وأعطاني المشعل تو نخدموا بفرقة معناتها اللي هي شبابية نوعا ما، مازالوا نخدموا الفروحات، نخدموا المهرجانات، قدمنا في المولد النبوي الشريف 4 مرات، خدين تحصلنا على الجائزة الأولى، الجائزة الأولى في الجمهورية التونسية، ومرتين تحصلنا على الجائزة الثانية، ومرة ما نحبش نذكر الأسباب ما خدينا الجائزة، وهذاك هو الواحد مش يقدم، مرة مش يخو مرة ما يخوش فهمني، وسيرين على نفس النهج اللي هو معناتها هو اللي ورانا النهج هذا، نحن سيرين عليه، وبالطبيعة من نينك العرف مكسوجر. والله يقوم الصباح يفطر فطور ويكرر الصباح، نشد عليه معناتها تكرار، بعد ما بين ظهر وعصر يعاديهم في جمع الأنصار فهمتني، يروح بعد المغرب زادة كيك يعاديه، ما بين مغرب وعشاء زادة في جمع الأنصار يعادي غادي كيك، يحفظ جماعة معناتها صغار ولا كبار فهمتني، كرو زادة غادي كيك فهمتني، تم زادة ختم في الجمع هذاك اترسلت المغرب فهمتني. جمع سيدي غيث يوم الجمعة، نهار الجمعة يمشي للجمع سيدي غيث، يقرأ قرآن، يعمل دعاء الأذان بالمداومة بالطول، وليت معناتها نحفظ معاه تكرر الأشياء، معناتها تجي من معناتها من بلاد لبلاد، من الريف للمدينة باش يسمعوا الدعاء نتاعو تلاوة القرآن، افتقدوه برشا معناتها، نهار الجمعة يجيو بعد صلاة الجمعة يسألوا عليه وينو الشيخ شنحوالو لاباس، افتقدوه برشا يسألوا عليه، يرحموا على والديه فهمتني، يحبوه برشا القراو، هو زاد يحبهم بالمثل، يسأل عليهم شكون سأل عليا شكون جاني شكون فهمت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها وضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرى
خرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله المصطفى الطاهر الأفضل الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين وبه مؤمنون وبه مؤمنون ومصدقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يا رب صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما طيبا والحمد لله رب العالمين. القروان تحتفل بالمولد بالمولد وتقع مسابقات وكان هو الشيخ كنت عبد لله والشيخ علي البريق وكنا في اللجنه نتاع المسابقات كذا فهمتني نتشرف باني من القروان فهمتني القران هي القروان هي بلدي هي اللي حضنتني ونحب القراوة الكل وهم يحبوني محمد البريق ربي فضله وربي يمد في أنفسه. شيخ سلامية هو يعني غني عن التعريف، رجل يعني عنده من السلامية اللي شيء ما يتصوروش العقل. أنا كنت ملازمه من اللي أنا صغير، كنت نسمعه برشا في السلامية في الكاسات في التلفزة كي يتعدى بارفوا، وبعد وليت نخدم معاه. يحصل لي شرف باش نخدم معاه لخاطر تعلمت منه برشا حاجات وكون برشا أجيال على مدى الزمن.
كون برشا أجيال وكون اللي ترى فيهم الكل تو في السلامية هما يعني خرجوا على يد سي محمد البراق اللي هو خذ السلامية على الشيخ علي البراق، وهو إنسان طيب برشا في حياته وباله واسع نقوله نحن، وما يتغشش رغم الإرهاق ورغم التعب ورغم السهريات اللي نخدموه في الصيف، نمشي ونسافر ونخرجوا في القايلة وفي الصيف من 5 نتاع العشية حتى المطلثة نتاع الصباح، وهو تبارك الله عليه يبدأ الخلق نتاعه حسنة جدا وما عادوش ياكل الغضب، حتى كي يقترح عليه حد من المشاهدين والحاضرين في السهرية هذيك قصيدة معينة أو أنشودة أو صنعة نقولوا نحن بلغة السلامية يعني أغنية، يقدمها بصدر رحب وفرحان ويقول لي هذه مش نقدمها صنعة هذه يا مهدي، هذه صنعة بابا، هذه أغنية بابا كان يقول فيها الحاج علي البراق بابا وراو يحبوها هنا، وسيرتو في أي مدينة في تونس سواء تونس أو الساحل وقت اللي نمشيو الجيران والناس والكبار في العمر يجيو يسمعوا بحسي محمد البراق جاي تلقى ما شاء الله سواء الحومة وإلا الدار وإلا النهج كامل، نقولوا نحن بلغتنا يملى ويفرغ ما شاء الله تلقى فيه تقريبا بالألف بشر وإلا بالألف شخص يتفرجوا على السهرية هذيك يروحوا يستمتعوا بالقصائد متاعه وبالأناشيد متاعه. ساعات يطلبوا عليه حتى الأذان التونسي اللي عنده خاصية تونسية يقدموا يقولوا له نحبوا نسمع أذان الشيخ علي البراق أذان والدك اللي نسمعه في التلفزة، يقدمه لهم على المباشر وتكون يعني في رونق كبير وسهرية تتعدى ممتازة برشا، نقولوا ربي فضله ربي يمد في أنفاسه ربي يخليهونا، وذلك يعتبر همزة وصل بين والده الشيخ علي البراق الله يرحمه وبين والده الصحبي اللي خذى عليه المشعل واللي مش يكمل الطريقة متاع السلامية اللي هي طريقة أبوه وجده، ونحن نتمنى السلامية تتقدم في القروان وتتحسن وتعطي صورة جميلة لتونس. بابا محمد البراق هو رمز من الرموز اللي في القروان، القيروان الفتية اللي نقول ديما تقعد فتية بعلمائها، احنا نستكبر به الكبار لله معناها، ولكن نحبوه ياسر، ان شاء الله يا ربي يكون يستخلف محمد الصحبي. ديما نحضر في الجامع سيدي غيث انا وصديقتي، نمشي نضلي ونمشي في الثنية بين الأزقة ونسمعه ديما في قراءة القرآن في صوته، صوته ما شاء الله ما شاء الله، انا نقول يوصل معناها
ما نعرفش يقول كأنه ما نعظمش يقول مش وصل باب العرش. صوت عمي بابا محمد البريق معناه صوت ما شاء الله ما شاء الله. إن شاء الله يا ربي من القارئين بين يد الله إن شاء الله يوم اللقاء إن شاء الله. نحضر ونقعد نتمتع بصوته بقراءة القرآن ثم بالدعاء. صدقني يا ريم في بعض الأحيان تنزل الدموع معناها من أعين تفيض. تلقانا في خشوع، تلقانا نطلب في ربي يخليك معناها تطلب معناها تدعو من غير ما تتوجه لله سبحانه وتعالى. تدعو اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وجد علينا إنك أنت الجواد الكريم، وراجع بنا واهدنا إلى الحق وإلى الصراط المستقيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ولمن حضر جمعنا هذا لهم ولوالديهم، ولمن غاب عنا من إخواننا سفر الدنيا وسفر الآخرة، يرحم الله الجميع رحمة واسعة. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا فيما تجري به المقادير، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الكريم، سبحان ربي الرحيم، سبحان من تفرد بالبقاء، سبحان من تفرد بالوحدانية، سبحان من يقول للشيء كن فيكون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا، وعافنا واعف عنا، وكلنا حيث كنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، ولله الحمد على ما هدانا الله. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين. اللهم ارحمنا فوق الأرض، وارحمنا تحت الأرض، ونجنا يوم العرض برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة.